كما أسلفت في بداية النشرة مع ضيف النشرة لهذا الأسبوع سيد مختار محمد أنبدي نائب منسق الخلية الوزارية لمتابعة التغطية الصحية. سيد مختار محمد السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا في الأيام الماضية كان هناك اللجنة العليا الوزارية الاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية نظمت عدة لقاءات حول المستندات التوجيهية المتعلقة بالتأمين الصحي، فنريد أن تعطينا فكرة عن هذا التأمين الصحي، كيف فكرت الوزارة أو الخلية من أجل طرح هذا المشروع الجديد؟ أولا شكرا لهذه الاستضافة. نعم. الاجتماع يخص تبني الوثيقة للجهاز الصحي. نعم. كما تريده الدولة التشاد. نعم. لأن هناك وزارة الصحة تحب تدين جهاز صحي، وهذه اللجنة هي اللجنة العليا التي تتبنى التي تتبنى كل الملفات للتنسيقية للتنسيقية. ومن أجل ذلك أن اللجنة اجتمعت وتبنت الادوبسيون دي ديسبوزيتيف داسيرانس سانتي. نعم. اعتمدت الجهاز. نعم. وهو الجهاز يوصف كيف دولة تشاد تحب تأمين صحي لجميع المواطنين. هذا هدف الاجتماع. نعم. وكما أشرت إليه هي لجنة أولية. نعم. ما بين الوزارات بين وزارات ثمانية. نعم. وزير. نعم. وخاصة هي الاستراتيجية هي مشتركة. مشتركة فيها تقريبا 5 وزارات. نعم. مشتركة وزارة الوظيفة العامة. نعم. هي المكلفة بالأعداد الضمان. نعم. الضمان الصحي. نعم. وزارة التخطيط، وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. وزارة المالية ووزارة الصحة. 5 وزارة مكلفين بإيداد. نعم. 5 وزارة مكلفة. نعم. بهذه الخطة. نعم. والحمد لله الخطة اعتمدت من قبل هذه اللجنة. نعم. السيد مختار محمد، طبعا فعلا هذه اللجنة اعتمدت هذه الاستراتيجية الجديدة فيما يتعلق بالتأمين الصحي. طبعا نحن نعرف حتى من زمان في مسألة مجانية الخدمات الصحية، فشنو الجديد بالنسبة لهذا البرنامج الجديد؟ طبعا نحن نعرف أن من زمان الحكومة اتخذت سياسات يعني مجانية الخدمات الصحية في بعض الحالات، فشنو الحاجة عندها خصوص في الاستراتيجية الجديدة؟ شكرا. الخصوص. نعم. هنا في نظامنا على اللجنة تبنت فيه. نعم. هو في نظم. نعم. 3 نظم. نعم. في نظام خاص للمستخدمين في القطاع العام والخاص. نعم. المستخدمين من هم العمال. العمال. نعم. العمال اللي هم موارد. نعم. اللي هم موارد. موارد رواتب شهرية. رواتب شهرية. نعم. هم من لهم نظام خاص بهم. بالنسبة للتأمين الصحي. للتأمين الصحي. نعم. وهم يشتركوا فيه. نعم. هذا اشتراك، كل واحد يشترك. يشترك بنفسه بس ولا إجباري؟ إجباري. نعم. أوكي. طبعا. كل الموارد هذا اشتراك هو التضمين. نعم. إجباري. وفي نظام آخر، نظام للخاص. للشركات الخاصة. انفورمال. نعم. الخاص كل. نعم. العمال الخاص هذا النظام يخصه. نعم. وفي نظام كما أشرت إليه لمجانية العلاج التي تندرج كل المجانيات إلى هذا المحتاجين. مه. الذين طبقات. لا الطبقات المحتاجين. نعم. الذين لم عندهم الاستطاعة للدفع. نعم. للدفع للخدمات. نعم. لخدمات الصحة. نعم. هذا المجانيات في برنامجنا. نعم. كل المجانيات كما تعرف الآن الدولة تشاد تعمل كثير من اللجوء في مجانيات كما أشرت تقريبا 18 ميكانيزم يقول ده جراتويتي. وهذا كل الناس بيحتاجوا عليه، كل الناس قاعدة تستفيد منها. لكن الآن منذ وقت الوزارة فكرت لأن المجانيات هذا تخص الناس المحتاجين. نعم. الآن أنا إذا ذهبت المستشفى نستفيد من هذه المجانيات، وهذا شيء ليس ما في فيه إكتي. نعم. ما فيه إكتي. نعم. لأن هذا كل الناس مستفيدين فيه. الآن
هذا يتوجه خاص للناس المحتاجين. كما أشرت إليه قلت خلاص هناك في ثلاث نظم، نظام للعمال الخاص والعام، الخاص والعام. نعم. وللمحتاجين. نعم كويس دكتور. طبعا دكتور أنت تتكلم عن مجانية الخدمات الصحية، لكن إحنا يعني حقيقة هذه المجانية حتى كمسيرة المستشفى الآن ما تشعر بها، يعني أبسط الحاجات الأولية أنت كان دخلت المستشفى يقول لك لابد أن تشتريها، يعني حتى يعني علاجات الأولية كالمريض مثلا. نحن حتى نذكر هنا خطاب رئيس الجمهورية قال لابد الأطباء يتحمل مسؤوليتهم، ولابد يكون هناك اهتمام أخلاقي للمريض. فأنتوا تتحدثون عن مشروع جميل كويس، لكن هل المشروع الأول عن المجانية دي مثلا هل حققت نجاح فشان أنتوا جبتوا الآن التأمين الصحي؟ يعني شيء ده يعني في كأنه في نوع من نعم المشروع مجانية العلاج خاصة في تشاد حقق نجاح كبير. نعم. كبير، فيه دراسات كل المعترفين به. نعم. لكن المجانية تشمل كل الناس، هذه المشكلة. نعم. كل الناس يستفيدوا فيه. الآن المجانية موجهة الآن كادري كما يقول. نعم. كادراج. نعم. فور ان بيبليك سيبل. نعم. دونك للناس المحتاجين، للنساء، ما للنساء الحاملات الهوامل، للنساء الحاملات والأطفال. نعم. من بين 0 و5 سنوات. نعم. موجهة، هذا جابت الضجة. والعجزة ناس، في ناس كبار في السن يعني. في العجزة فيه بلد فينا يتفجر، لكن أسا حتى في الاثنين هذي. في النساء، هذا جابت الضجة. في الأطفال. في الأطفال زمن الناس كل الجميع مستفيدة منها، تستفيد من المجانيات. الآن وجهوا المجانيات لأن ما ممكن أي واحد يستفيد منها فيها الأول زمن. أنا إذا رحتكم أنت مشيت تستفيد منها. والمجانيات ما تخص كل الأمراض، تخص الطوارئ، حالة طارئة. إذا كنت في حالة طارئة هذا مجاني. الآن في كادراج لهذه المجانية، يعني في متابعة، في متابعة وتوجيه جديد لهذه المجانية. وما ما نظام التأمين الصحي، هذه المجانيات كلها تندرج لصندوق، يكون هناك في صندوق صندوق للتأمين الصحي. نعم. كل هذه تجي، وإن شاء الله نحن نحاول. نعم. محتاجين الآن قدرنا المحتاجين تقريبا قلنا 3 مليون. هذه نوميما كلهم كي نلقهم ونعطيهم أي واحد بطاقة عشان يستفيد من هذا المجانية. نعم تمام دكتور. أيضا يعني شيء ده مكلف، يعني كيف تلقوا المصادر المالية بالنسبة للتأمين الصحي؟ لأن المسألة مكلفة شوية، فكيف تجدوا الموارد المصادر المالية لهذه الخطة؟ شكرا. كما قلت لك الآن أن تشاد ما تبدأ من صفر، عندها كما قلت مجانيات العلاج موجودة في السابق. نعم. موجودة في السابق. موجودة الآن. نعم. ذات في ميزانية الدولة. نعم. موجودة. نعم. موجودة كل هذه المجانيات تندرج للصندوق. للصندوق. وفي هناك أجرينا الدراسات، دراسة دان لكادر الفينانسيمان إنوفان. نعم. في التمويل المالي الجديد. نعم. نعم. في هناك خطط، وأعطينا أمس في الاجتماع هذا اللجنة الأولى اعتمدتها في مجال التاكس. في التاكس واجب كل ذول يشترك التأمين الصحي، هو يجبر أي ذول عنده استطاعة يشترك. عنده اشتراك وحسب استطاعتك. نعم. تشترك حسب الاستطاعة. نعم. لكن تستفيد حسب الأمراض الانتهى التي تواجهها. نعم. أمراض لكن محددة. نعم. ما محددة حسب. نعم. نوعية المرض. المرض. نعم. نوعية المرض. نعم. تستفيد، لكن الاشتراك يكون حسب الاستطاعة. أي واحد المستطيع يشارك. مفتوح يعني. مفتوح يشارك فيه. نعم. نعم. وانت قلت اجباري في البدايه يعني. اجباري. نعم. مش اجباري، لكن حسب استطاعتك. اوكي تمام. حسب استطاعتك تشارك. وفي هناك الماي ممكن ما عندهم الاستطاعه. نعم. هم دول الحكومه تقوم باضافتهم في التامين. كويس. السيد مختار محمد مبدي طبعا نائب منسق الخليه الوزاريه لمتابعه التغطيه الصحيه، ما هي المؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذا الخطه؟ يعني لابد ان تكون هناك مؤسسات تنفذ هذه الخطه. ما هي هذه المؤسسات؟ كما قلت لك الآن فيها نظم. نعم. هناك فيها نظم، 3 نظم كما يقولوا لهم تروى الرجيم. نعم. النظم أولا بأولا في صندوق، يكون صندوق
لتأمين الصحي. نعم. وصندوق ده أنشئ ولا لسه؟ لا ما زال ما أنشئ. ينشئ نعم. مع القانون. نعم. في قانون أصلا في قاعدين نتابعه فيه. وبعد إن شاء الله الأيام المقبلة القانون هذا يكون يعتمدوا وبعد يندس في السيركوي نورمال. نعم. البعض يعتقد أن مسألة التأمين الصحي هي مسألة غريبة بالنسبة للدول الإفريقية. يعني دائما يقول أن هذا البرنامج أو هذه الاستراتيجية هي تصلح للأوروبيين يعني في أوروبا هناك للأوروب. فما أعرف أنت هل تجيب لنا تجربة ناجحة في الدول الإفريقية للتأمين الصحي؟ هذا كلام ليس صحيح. نعم. لأن هذا أولا بأولا سأن إعلام مونديال توجيه عالمي. نعم. عالمي توجيه عالمي. نعم. والآن في الدول إفريقية كلهم كرواندا إثيوبيا نجحوا نجحوا تقريبا عندهم 70-80% كوفرتير. نعم. تغطية صحية. تغطية صحية. نعم. عندهم تغطية صحية. هناك في دول وكل هذه الدول التأمين عندهم إجباري. إجباري لأن مشكلة الصحة مشكلة مهمة ويجب أي أكيد. إنسان يتابعه. نعم. في دول أفريقية كثير مرضى في كثير في غانا في مثلا في كل الدول أصل الآن عندهم درجات لكن في هذه الدولتين هم سجلوا نجاح فضلوا نجاح كثير. نعم. دكتور ربما سؤال أخير ما هي الخطوة القادمة لهذه مثلا الاستراتيجية التوجيهية يعني شنو الخطوات القادمة بالنسبة لكم؟ الخطوة القادمة كما قلت لك هو اللوح القانون قانون. نعم. القانون في المجال التغطية الصحية. نعم. نحاول نضع قانون. نعم. وهذا القانون يشمل كل الأسئلة الأمور اللي كلمناها كيف نموله وكيف الإنسان يشتركه بعد القانون هذا يكون في الباكي الباكي دي سوان الباكي دي سوان التغطية الصحية تقوم باعتماده في السنتر دي سانتي ما هو الحمل الذي يتحمله التغطية الصحية في الأوبيتال دي ديستريك في الأوبيتال ريجيونال هدي في الأوبيتال ناسيونال في المستشفيات الأقليمية نعم كلها نعم. مثل نعم. وفي أصل دي الأشياء الأصل نقوم عن قريب نعم. وإن شاء الله عن قريب إن شاء الله 2019 أن الشاديين يحسوا بأن في حاجة في تغيير في تغيير إذن نتمنى أن يكون هناك في تغيير إن شاء الله إن شاء الله. أشكر. إذن أشكر السيد مختار محمد أمبدي منسق النائب منسق الخلية الوزارية لمتابعة التغطية الصحية.